قد سرحوا عبد الرحمن من الدار البيضاء. سي عبد الرحمن. اهلا وسهلا. اليوت ما تسود دوخي معك. لا اليوت ما هون بغي نقول لك كوموندو مالك. الكوموندو اللي باكرا. عطيني السؤال. انا رجل مدني. يلا بعد واحد سؤال الأولمبيك خريبة. نعم. يعني إذا كان أولمبيك خريبة أنه تلجتوا باش يكون هي في مستوى الأندية الإنجليزية والإيطالية من حيث الإمكانات المالية والموارد الرياضية البشرية وكذلك حتى لا كاليتي سوسيو ايكونوميك وبوليتيك ديال الناس اللي كيشرفوا عليه إداريا ماليا وتقنيا وحتى في الماركتينغ. السؤال ديالي علاش ما قدات الإدارة العامة الفرصات أنها تجعل النادي أوسيكا في نفس الوعاء التنافسي ديال هذه الأندية؟ كتشوف. شكرا لك على السؤال فايت الموضوع. شكرا. يعني هناك استقرار هناك غير ذلك الفريق سيكون كبر من الشيء اللي موجود عليه الان. سي يوسف من القنيطره. السلام عليكم سي الزاوي مبارك عواشات وكل اطر اذاعه وطنيه وكنحيي التحيه خاصه. عطيني السؤال ديالك. واحد التحيه للشخص المدرب كوف سي يوسف الميني. بالنسبه للاسئله عندي ثلاثه اسئله. هو السؤال الاول هو ديال لا واش اولمبيك خيبكا عندها شي شراكه مع اولمبيك بوجنيبا مدينه بوجنيبا الاقليم خيبكا بغيت نعرف واش عندهم شي شراكه مع بوجنيبا واش كيجيبوا شي فرق من بوجنيبا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني هو ان واش هما دقوا افوف ديال مجلس البلدي باش يوسعوا الملعب لانني مشيت الملعب ديال فوسفات ملعب قصير ماشي طويل بغيتو اولمبيك خيبكا. واش كاين شي بروتوكول تعاون؟ هذا السؤال ياسر دوين رضوان المسمره. نتوما الفرق ثلاثه اللي كيحتضن المركب الشريف الفصلات يعني خريبكا وجديده واسفي واش كاين شي بروتوكول تعاون خاصه في موضوع انتقال اللاعبين والمقابلات الحبيه الى غير ذلك. سي الشربي. شكرا سي عزاوي. دونك فيما يخص المركب حنايا كنا واعيين بانه المركب الحالي ما بقاش يوازي الفريق لانه جاي في واحد المنطقه اللي فيها دي فيلا وما عندها بروبليم دو سيكيريتي. دونك الشيء اللي كاين بانه شارو فوسفات مع السلطات المحليه مع البلديه شافوا كان اجتماع وشافوا ان تيران اللي يمكن يكون فيه مركب اللي غادي يكون ان شاء الله ديال المدينه. دونك كان اول مره كان التيران في الطريق ديال الفقيد بن صالح. وعلاش كان ديال الفقيد بن صالح؟ لانه كاين تما الاراضي ديال الجمعة وكما يعرف الجميع بانه الاراضي ديال الجمعة حتى في الكيفيه ديال باش يقتنيها المكتب الشرعي في وسط ولا البلديه سهله. دونك في الاخير اتضح بانه مع البروجي ديال الطروت مع بانه الفرق اللي كيلعب ضد النادي الاولمبيك خريبكا كلها كتجي من الطريق ديال الدار البيضاء تحول لليو وتم اتفاق على واحد الارض اللي كاينه في الدخله ديال خريبكا واللي غادي تكون اكوتي ديال لو فيتير اشونجور ديال لوطوروت ان شاء الله. دونك انا على حسب المعلومات اللي عندي بانه هذيك الارض ديال موليها ديال الملكين ديالها لا بروشين ايتاب اللي غادي تكون لانه خص يفو باسي بار ان اكسبروبرياسيون والاكسبروبرياسيون كاينه البلديه هي اللي يمكن ليها ديرها. دونك الشيء اللي كاين هو راه حنا واقعين في هذا الايتاب ديال الاكسبروبرياسيون ان شاء الله. ولكن النية باش النادي الاولمبيك خريبكا والمدينة ديال خريبكا يكون فيها مركب ديال 25 متفرج هذه كل شيء واعي بها ان شاء الله. الشيء اللي نتمناه هو هذه الوتيرة ديال هذا المركب تمشي بسرعة وتبدا تمشي بسرعة تبدا تعمل الكلية ديال الأرض اللي قلتي جات حدا لي شونجور ديال لوطور. البروتوكول ديال التعاون مع الفرق اللي كيحتضن الفوسفات انتم واسفي وجديدة. دابا حنا هذه المرحلة الحالية مع الأسف ما كان أوكي بروتوكول. الجديدة هي جديدة وخريبكا هي خريبكا ولو سي اس هي لو سي اس وخا الباران ديالهم في لو سي بي. حنا عندنا المكتب الشرعي في وسط محليا كيمولنا وما عندهم المعامل الكيماوية في الجديدة وفي اسفي. دونك ما كاين أوكي بروتوكول لا ديال لا في التسهيل ديال جلب اللاعبين ولا حتى شي حاجة. ما كاين حتى شي حاجة. شكرا. نرجع لك سؤال اخر بعد لحظات. هذا عند سي المريدي. السؤال ديال سي سعيد من مراكش كيقول على انه
الفريق ديالكم كيكون عندكم جوج ديال الملاعب غازوني، واحد سانتيتيك، الاوتور كيف ذكرتي الشربي عندها تكوين، كانوا جابوا خبراء من برا اللي بقاو معاهم واحد السنه سنه وناس، ومن بعد شاركوا في دورات تكوينيه الى غير ذلك. رغم ذلك الفريق ديالكم كيواصل الجيم ديال اللاعبين من القسم الوطني الثاني وقال الرشاد وفرق اخرى. سير بريني. بطبيعه الحال لان كنعرفوا المتطلبات ديال المجموعه الوطنيه الاولى، ولكن رغم ذلك راه كان هناك مجموعه كبيره ديال اللاعبين اللي خداو الفرصه ديالهم داخل اولمبيك خريبكا. غير اللي كاين وهو ان كيف ذكرت ان المتطلبات ديال الفوز ديال البطوله. دابا فيما يخص المعاونه مع الفرق، ماشي مع بوجنيبه، راه كاين فرق، كاين بوجنيبه، كاين حطان، كاين بومنوار، كاين وطن، كلهم هاد الفرق كاين، ما كاينش دي كونترا دو بارتناريا، ولكن كاين تسهيلات ديال دي فين ممكن يكون شي حاجه اللي تكون في المستوى ديال لوطر بورتي كلينا نعاونوا بها كنعاونوا بها. ولي جون ديالنا تقريبا واحد ان افيكتيف امبورطون ديال لي جون ديالنا راه ما يمكن له يلعب غير في هاد الفرق، لي جون اللي وصلوا لاج ديال السينيور وما يمكن لهمش باش يلتحقوا بالفريق الاول، دونك يمشيو لهاد الفرق هادو هما هنا. دونك شاف فوا كو سي بوسيبل راه يمكن راه حنا كنعاونوا، ولكن ما كاينش شي حاجه اللي ان كونترا دو بارتناري ولا شي حاجه، ما كاين شي. فيما يخص لاغرونديسمون ديال لو تيران، حنا كما قلت قبيله بانه لو تيران دابا داك الشيء اللي يمكن لينا نديرو فيه ديال المدرجات درناه، دونك لانه التيران راه ما كاينش كوم سا، راه كاينين كلهم هذوك المدرجات اللي اون فاس لا تريبين اوفيسيال، هذوك كلهم تبناو من جديد، والتيران دار فيه الاناره ودار فيه، ولكن سي ان تيران اللي ما بقاش سيكوريتيرمون من ناحيه ديال لا سيكوريتي، ما بقاش في وسط المدينه طغات عليها، في وسط المدينه، في وسط السكان، في وسط ما كاينش شي باركينغ كبير، ما كاينش لا لا ما كاين ما كاين كاع هادشي، ما كاينش مع الاسف. دونك اللي يمكن لينا دابا خصنا خروج ديال الجمهور، شحال كاين من الباب؟ كاين جوج الابواب، خروج ديال الجمهور كاين ثلاثه ديال الابواب، ثلاثه ديال الابواب قليله، سي ان سيفيزون، سي ان سيفيزون، لانه منين كنا نلعبوا لاكوب دو باكاف وكنا نلعبوا لاكوب باراك سيتار كتجينا 10000 واحد في التيران، واخا صغير 10000 واحد غير باش تخرجها وتخرجها، لان مع الاسف ماشي غير التيران، حتى لي فاكياسيون من لافيل كاين دو بون، لانه كاين لو تران كاين دو بون ما كاينش اكثر، دونك باش تخرج الناس من لي فاكياسيون كي سميتها سا بوز بروبليم. دونك اللي كاين هو كل هالمجهودات ان شاء الله اللي غادي تكون في كي سميتها في التعجيل بالكومبلكس اللي غادي يكون ان شاء الله او اللي نعم. طيب سي يوسف البريدي، سي الشربي، غادي نمر اللائحه ديال الاسئله الثانيه، وغنلاحظ غيدخلوا المستمعين والجمهور ديال خريبكا، وغيدخل ديال بن حميد ايضا والمناطق المجاوره بعد رفع اذان صلاه المغرب.